السلام عليكم، تحياتي جميع متابعي القناه عائد الى الغربه. دونك كما شفتوا في العنوان اليوم قررت انني نهضر لكم على المعيشه في فرنسا، ولا كيفاش دايره المعيشه في فرنسا بالنسبه للناس اللي عاد غادي يجيو او للناس اللي راهم جاو دابا ومازال ما تادابطاوش مع الجو في الديار الفرنسيه. الوغ اللي نقدر نقول لكم باش غادي نبدا لكم بالاشياء اللي هي غاليه فرنسا اللي تقدر تجيكم في الاول. بطبيعه الحال كنقول في الاول كتجيكم شويه غاليه وتجيكم شويه مبدله. اول حاجه هو السكن. السكن حق في الحق الله في الدير الفرنسيه فهو صعيب 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 بزاف وشويه غالي. مو باش نقولوا حنا كما قلت لكم شي ناس يقولوا لي علاش كتقول غالي، لا حقاش انا كاين الدخل تبارك الله شويه طالع. انا كنهضر مع الناس اللي كيكونوا عاد جاو ولا عاد هو اللي يجيو، كنقول لكم شنو كاين في فرنسا فهمتوا باش ما نطيحش فواحد الانتقادات. الوغ انا كنقول فقط الناس الاولين والناس اللي عاد يتوكلوا على الله، ولا الناس اللي تكون يد وحده راه جوج يدين كتكون القضيه فريمون غاليه. ملي كيكون جوج يدين جوج مدخول لحقاش فرنسا كما كتعرفوا مدخول فهو عالي، دونك داكشي تيجيكم عادي. ولكن بالنسبه للناس اللي عاد جايين ولا الناس اللي عاد بداو بسم الله دونك كتكون القضيه شويه صعيبه لهم. الوغ بالنسبه للسكن هنا غالي، ماشي ساهل السكن. الناس اللي زعما مزوجين جايين ولا جايين براتو هذا اللي كري ويقول الناس السكن شويه غالي. وميم طون باش تلقى الدار خصك، هذا موضوع اخر بالنسبه لكيفاش تلقى الدار دابا نهضر عليه ان شاء الله. المهم الحمد لله كيفاش دايره المعيشه في فرنسا. الوغ السكن غالي 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 بزاف وصعيب باش تلقاوه، صعيب بزاف باش تلقاو السكن. نمشي النقطه الثانيه اللي هي النقل. النقل في الحق الله في فرنسا موجود مزيان وفريمون في واحد لاكاليتي واعره بزاف وداكشي نقي وكذا. ما غاديش نقول لكم غالي بزاف ولكن الثمن ديالو متوسط، حتى زعما ما كنتش خدام بالنسبه لي انا ما بيهش. المهم الثمن ديالو متوسط وموجود وواعر، يعني كنعطيه الثمن المتوسط واخا تكون عاد جيتي الثمن المتوسط. وكاين الناس خلاص اللي ما عندهمش ولا ما خدامينش ولا عاد جيتي كيعطيوكم كتمشي لاميري كدير واحد دوموند كيعطيك واحد الورقه انك تمشي تركب فابور مثلا اما في التران او 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 او. انا بالنسبه لي في الوقت كيجيني التران غالي في الاول، مي ابخي كنت تقول لكم قل من 28 عام. المهم كتكون كتخلص قل من 28 عام كتخلص هي 50%، ما كتخلصش البيي كامله. ولا كنتي فوق 28 عام كتخلص البيي كامله. دونك في الاول كنت كتجيني رخيصه، ابخي من درت 28 عام كملتها مؤخرا وليت خصني نخلص البيي كامله، فهاد الحاجه كتجيني شويه غاليه. المهم ما عليناش. الوغ بالنسبه للحوايج خليها تقدر تجيكم شويه غاليه، مثلا انا في الوقت كيجيني بزاف الحلاق الكوافور كان كيجيني غالي. ممكن كنت عاد جيت وكنت كنقول او غنمشي نحصل مثلا ب 20 اورو 25 اورو كتجيني شويه قاصحه بزاف، شويه قاصحه تيجي كتمشي تخلص 4000 ريال ولا 5000 ريال باش انك تمشي تحسن، فريمون قاصحه قاصحه قاصحه. ولكن كما قلت لكم على الوقت ملي كتكون اللي خدام مزيان كتطلق مزيان كتولي كتجيك شويه عاديه، ومي كتكون العوين كيولي داكشي كيجيك عادي. كنعاود نهضر هاد الهضره هادي، اما انا دابا فقط كنبين شنو هي المعيشه في فرنسا وفين كاين الغلاء، فين كاين داكشي اللي كيقدر يجي لبنادم غالي في الاول ديالو. الوغ قلنا الحلاق فريمون تيكون شويه الدراري شويه كيتقصحوا، حتى البنات لي كوافور اللي كيبغيو يصبغوا شعرهم او اللي كيبغيو يديروا بيديكور ديك التخربيق ديال العيالات حتى هو ايضا تيكون شويه غالي. ثم غنمشي لحاجه واحده اخرى اللي هي مطاعم ولا داكشي ديال القهاوي ولا التخربيق. فريمون شويه في الاول تيكون شويه، المهم كما قلت لكم في الاول يجيكم شويه قاصح. وحتى النظام ديالو ماشي بحال المغرب القديمه اللي دخلت لقاها شويه مخربقه وما كاينش ديك الامبيونس ديال المغرب. دونك كنهضر دائما على المعيشه، ما غادي تدخل القهوه ما غاديش تلقى واحد الحلاوه زوينه ديالك، ما تلقاش واحد الجو زوين. المهم فريمون جو ماشي بحال ديال المغرب ولكن هذه فرنسا. المهم عندكم ديروا. الوغ بالنسبه للقهوه بحال كدير على حساب كل قهوه شنو كان كتلقى كل كافي كيفاش كانت تقدر تلقى مثلا كياخذوا قهوه ب اورو 50 دو او على حساب القهوه فهمتوا كل قهوه كيفاش. وغدا المهم كاين بلاصه غاليه كاين بلاصه رخيصه باش نكونوا واقعيين. فرنسا الحاجه اللي هي شويه فريمون قاصحه 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 بزاف اللي ديما كيطيحوا عليك فرنسا وجد راسك ليها واستعد ليها هما لي زامبو. لي زامبو عتي راه قاصحين لي زامبو بزاف في فرنسا، كتلقى لي زامبو كل ساعه ملي كطيح عليك عتي كل ساعه كطيحك شي ضربه ديال الدخل، ضربه ديال المرض، ضربه ديال الدار كذا كذا كذا. وكيطيحوا بيني وبينكم كيطيحوا ضرائب بزاف قاصحه، ملي كتجي تخلص كتخلص منين الضريبه تبارك الله صحيحه كتخلصها. الوغ شنو اخر نقدر نقول لكم غالي في فرنسا اللي شويه كنلقاه غالي؟ دونك تقريبا هادشي اللي تنشوفو شويه باين في الغلاء. مي كاين بزاف الحوايج تاني بزاف ديال هادو كنعتبرهم من لي زانكونفينيون. نشوفو لي زافونتاج شنو هما. لي زافونتاج اللي نقدر نقول لكم شويه رخيص مزيان هنا هو الملبس.
والملابس فريمون كتلبس كيما بغيتي، كتلبس حوايج واعره فين تبان المغرب. وكان عاود نرجع للكومباريزون ما بين السالير ديال فرنسا والمغرب، كان طالع ولكن الملبس في حق الله هابط هابط بزاف على على على, على المغرب، وكاليتي شي حاجه واعره واعره واعره. دونك الناس هادي يكون هادي جو ما تجيبوش معكم الحوايج، ما درتش كيما درت انايا، مشيت عمرت ومشيت كنشري الحوايج الحوايج الحوايج، وجيت لقيت الحوايج رخاص انايا. دونك تقولبت كانت تقوليبه فريمون تقول انا تقوليبتها في الاول، وبزاف الناس كيهضروا معايا تيقولوا حنا غادي نجيو شنو شنو نقدروا نديروا، تنقول لهم ما تشريوش الحوايج ما عندكم، ما ديروا الحوايج ديال المغرب، تجي هنا وتشري الحوايج تلقاهم رخاص وتلقاهم شي حاجه واعره. حاجه واحده اخرى خاصه في المغرب، المواد الغذائيه فريمون المواد الغذائيه ما غالياش ما غالياش ما غالياش، كلشي موجود. هادشي داكشي فريمون رخيص، انا كيجيني داكشي فريمون رخيص مقارنه بالمدخول اللي كندخلو، مقارنه مثلا بالمغرب ولا بالدول الاخرى العربيه. كيجيني فريمون الماكل فرنسا زوين، ما غاليش بزاف ما غاليش بزاف. انا كنت كنسمع كلك كيقولوا لي في المغرب مثلا ملي كنت قبل ما جيت يقول لك تمشي فرنسا غير باغي تطلب اورو، يعني 10 دراهم صحيح كاين في المخبز ب 10 درهم، مي مثلا تمشي ليدال ولا كتمشي لوكليير كنشريها بقلب 20 سنتيم ولا 25 سنتيم، 10 باكيطات كنشريهم بقلب شي 2 اورو كدا وكدا. دونك هضره خاويه، فهمت الخوت؟ هضره خاويه ديال المغاربه اللي تيفهموا بلا بلا بزاف، كيجي كيحفر عليك راسك فرنسا كدا كدا كدا. مي نو، الماكله رخيصه، اللباس رخيص، طوموبيلات الحديد ان شاء الله غندير لكم فيديو على الحديد، رخيص الحديد في فرنسا وطمت الوارين الواعرين الواعرين كتشريهم الخاص، فهمتي؟ طوموبيل 5 مليون تجيب لك طوموبيل حيه كتهضر. بون بالنسبه للسيارات من ارخص ارخص يعني صافا، وكل ما مشيتي لالمانيا ولا مشيتي للبلاد حتى اخرين كيكون ارخص اكثر. المهم شنو اخر نقدر نقول لكم اللي شويه كيكونوا ارخص؟ فوالا التليفون. هنايا الهضره فريمون مثلا انا كندير لابونمون فيها 20 جيجا واقيله وخاص لي ايليميتي، دونك كنهضر كيما بغيت، كنديرها ب 2 اورو شي حاجه الشهر، 2 اورو ابخي زادوني لقيت شي حاجه زادوني. المهم العام الثاني ردوا لي ب 3 اورو، دابا ندير 4 اورو كنخلصها فيها شي بويك كان فيها واقيلا شي 30 جيجا ولا 40 جيجا، وي 40 جيجا، وخلاص المساجات كتصيفط كيما بغيتي، وخلاص الهضره ايليميتي كتهضر فوقاش ما بغيتي في فرنسا ب 4 اورو. فريمون واعره واعره واعره، كون كنا في المغرب هضره اخرى حديت ولا حرج في المغرب، يعني داكشي كيكون غالي 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 بزاف بزاف بزاف. بالنسبه لهنا البنزين ولا المازوت ولا الغازوال، فريمون حتى هو كنلاحظوا بالنسبه للمدخول هنايا وكيفاش تقريبا الثمن لا يبعد على المغرب، فهمتي؟ ما بعيدش بزاف بزاف بزاف، كيجيني تقريبا من هنا الثمن ديالهم متوسط جدا 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 متوسط. اللي نقدر نقول لكم حوايج اخرى هنا في فرنسا غادي تعجبكم، ولا في على حسب المعيشه في فرنسا، المميزات اللي تقدروا تلقاوها في فرنسا مثلا هما اول حاجه هي التطبيب اللي هي اساسيه، التطبيب اللي حنا دائما كنا كنطالبوا بها في الدوله ديالنا ما كنلقاوهاش. دونك التطبيب هنا في فرنسا تقريبا مجاني مجاني بالنسبه للناس اللي ما خدامينش، اللي كتكون عندهم مقاله سيمو بحال هكذا واقيلا، والناس اللي كيكونوا خدامين كيكون دايرين لاسورانس، لاسورانس كتخلصهم تقريبا واحد 70% كتخلص عليهم، هما كيخلصوا 30%. دونك التطبيب تقريبا مجاني ما فيه حتى شي زعما مبرع، فهمتي؟ التطبيب داوي راسك كيما بغيتي داوي راسك. حاجه واحده اخرى نقدر نقول لكم انها مزيانه، التعليم. التعليم فريمون ممتاز ممتاز ممتاز، الناس كتقري. خلينا واحد بالنسبه لنا كنقول التعليم بالنسبه شو كتقرا، ممكن محتوى شويه عالي احسن من المغرب. كيفاش كتقرا؟ كاين ابار شي حوايج اللي كيدخلوا من تحت لتحت اللي كيكسروا وليداتنا اللي خصنا حنا نردوا البال، مثلا كنا عربي مسلم خصني نرد البال مع وليداتي في الدراسه ديالهم كيفاش كيتوليكاو، خصني نرد البال بزاف بزاف. كاين شي حوايج كيدخلوها لهم اندايركت اللي هي كضرب الثقافه ديالنا حنايا، دونك خصنا نردو البال. ولكن التعليم اون جينيرال فريمون ممتاز ممتاز ممتاز. ايضا القضاء، يعني القضاء لا جوستيس هنايا واعره، فهمتي؟ ما كتظلمش، يعني كاين داكشي، يعني تظلمتي في شي حاجه راه غتجيب حقك غتجيب حقك. حاجه واحده اخرى كاين المساعدات بالنسبه للناس اللي ما عندهمش، كما كتكون قبل في الطوبيس وكتخربيق كتقدروا تاخذوا مساعدات، في الماكله تاخذوا مساعدات، الا كنتي ما خدامش وما عندكم حتى شي لعبه كتمشي دائما عند لاسيستونس كيشوفوا معك القضيه هذه وكيدوزوك الناس المختصين ديال الجمعيات وكتولي عندك مساعدات. دونك المعيشه هنا في فرنسا
فيها بعض السلبيات وبعض الايجابيات، ولكن انا بالنسبه لي انا شخصيا الايجابيات ديالها كبيره وكثيره بزاف 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 على السلبيات. وكما نعاود نقول باش نسالي الفيديو ديالي، هو انه هادشي كامل كيرتبط بالمدخول. ربما شي واحد يقول لك دير لكم باغيز ما بيني وبين المغرب، صحيح انا هنا في فرنسا المدخول طالع، ولكن كتكون مثلا وحده عاد دابا دخلتي جديد ولا عاد توكلتي على وقلتي بسم الله في الديار الفرنسيه، كيجيك صعيب. واخا كتكون في الديار الفرنسيه وخدمتي كاع وغيكون عندك واحد المدخول اللي هو شاري فوق 1200 يورو، مي واخا غادي تقصح تقصح بزاف بزاف بزاف. ولكن ابخي ملي كتهز شويه كتقدم وكتثبت رجليك كيولي يجيك هادشي عادي وكتادابت مع الحياه ديالك في فرنسا. وهكذايا كما كتشوفوا بزاف ديال الناس اللي كنا في فرنسا دايرين ديورهم في المغرب، جامعين الفريزات ودايرين الحديد ودايرين بزاف د الحوايج. دونك كلشي كيجي مع الوقت، هي هو في الاول ملي غادي تجيو هادشي غادي تلقاوه شويه غالي، شي حاجه رخيصه، شي حاجه مزيانه، ولكن ما كيعنيش انها فرنسا ما فيهاش العيشه ولا ان فرنسا ما بقاش فيها الخدمه ولا ما بقاش صالحه للعيش. بالعكس فرنسا مزيانه 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 مزيانه. انا فضيت بحاجه واحده، نفضي باخر حاجه يعني نفضي بها ونسالي بها الموضوع ديالي في المعيشه في فرنسا. بزاف الناس كيقولوا لي انه كاينه العنصريه او الميزه العنصريه في الديار الفرنسيه. يا اخواني الاعزاء، راه فرنسا ولات عامره بالاجانب، عامره عشان قلت ما بقى ملي كنلقاو الفرنسي راه كنقول واو فرنساوي او ما يمكنش، لان ولات فيها بزاف ديال الاجانب، ها العرب كاملين، ها الشينوا، الهنود، برتقيز، ها حتى خرج من اوروبا، ها بولونيا، ها رومانيا، ها سميتهم الغجر. المهم القديم مخرقه مخرقه عندهم بزاف 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 بزاف. الميزه العنصريه كنديروا حنا عرب معاهم، هما كيديروا معانا، كنديروا معاها برتغالي القضيه ملونه بالخطر. المهم ما بقى انا زعما الميزه العنصريه ما بقاش كنحس به بزاف بزاف، ولا كتجيني حاجه عاديه، شي مارسوا على شي عادي عادي جدا. ما ضربوش الحساب هذه القضيه، هذه ما ضربوش لي الحساب. دونك هذه المعيشه في فرنسا. شنو نقدر نقول لكم في حاجه اخرى في المعيشه في فرنسا؟ هنا الحياه الزوجيه ماشي بحال الحياه الزوجيه بحال الناس اللي يجيو مزوجين، ماشي بحال الحياه الزوجيه في المغرب. هنا كيكون تعاون لا في الدار لا خارج الدار، بجوجكم كتخدموا، بجوجكم كتدخلوا الدار كتخدموا، خليك من المغرب كتبقى هي في الدار وكتقضي الشغل وكذا وكذا كذا، وانت كتكون برا كتقابل اولادها مولاي شي ولا مولاي بي. نو نو نو، هنا كنتحدى اي واحد يقول لي حقا ما كنديرش انت شي لعبه، ما كنجيش نعاون مرتي كذا كذا، امبوسيبل. تي ما كاينش، كنتعاونوا لداخل وكنتعاونوا برا، فهمتي؟ دونك تيكون واحد التعاون في شكل. دونك هادشي اللي كتجي لفرنسا عول على هادشي، ما تقولش نجي لفرنسا ديال الناس ما نمشي نخدم وما ندير والو في الدار. نو، الا كنتي تخدم انت ومرتك اسيدي راه خصك تتحرك، ولا انت كذلك. المهم هنا فرنسا الحياه راه ماشي بحال المغرب الخوت، خص ضروري يكون واحد عشان نقول لكم واحد اليد في اليد، وماشي نديروا هكذا كندوا لها نشدوا بزوجنا يدينا في يدينا ونتوكلوا على الله ونمشيو وقفتي رجال، فهمتي؟ خص نمشيو رجال. دونك هادشي اللي نقدر نقول لكم على الحياه في الديار الفرنسيه. دونك فريمون تقريبا حاولت نتطرق لبزاف ديال المواضيع ولا بزاف ديال رؤوس الاقلام، وكنتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو هذا. اي سؤال الخوت مرحبا بكم، مرحبا بكم في الفيسبوك ديالي خالد هلال 15. كنتمنى يكون الفيديو فادكم ولا عجبكم، ومع تحياتي للموضوع الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.